مساء الخير أصدقائي. أنا حابة أتكلم معاكم عن حاجات كتير بنمر بيها في حياتنا، وهي الأمور السلبية والكلام السلبي اللي بيطلق على حياتنا واللي احنا بنسمعه وبننفذه على حياتنا ممكن بدون قصد أو بقصد. الكلام السلبي اللي بنخليه يخترق حياتنا من أشخاص أيا كان، أقارب أو أغرباء عننا. الكلام السلبي ده اللي بيدمر حياة الواحد، اللي بيوصل الواحد لحالة انتحار أو حالة فشل في الحياة أو حالة يأس من الحياة. عايزة أتكلم أكتر عن الأمور اللي احنا بنمر بيها الواقعية. أنا مش بتكلم كلمات الكتب طبعا كتير، وكل الناس فاهمة حاجات كتير، بس أنا بتكلم شوية في الواقع اللي حوالينا. ليه بتوصل بينا إن احنا لو فشلنا في أمر ننتحر؟ ليه بتوصل بينا إن احنا لو فشلنا في قصة معينة في حياتنا بننهي حياتنا؟ ليه ما يكونش إن احنا يعني نقفل باب ونفتح باب جديد، او ما نستسلمش لليأس ده، او نقف على رجلنا من تاني؟ ليه بنقول خلاص هي الدنيا وقفت على كده؟ لا، انت مدام ما انت واقف على رجليك ومدام ما انت فيك صحتك تقدر تعمل حاجات كتير، تقدري تحققي كل اللي نفسك فيه في اطار طبعا الصح. تقدري تعملي حاجات حلوة. احنا دايما بيبقى جوانا انسان جميل، بس احنا اللي بنسيب الظروف تخلي الانسان الجميل ده يا اما يتغير لانسان سلبي، يا اما يبقى حياته مطفية، وده يعني الإشاعة اللي حواليه. احتفظ بالجمال الداخلي علشان هيظهر على وجهي. لازم أكون إنسان إيجابي في حياتي علشان ده يظهر لكل اللي حواليا، فكل اللي حواليا يحسوا بإيجابية اللي هي جوايا، حتى في تعاملهم معاك هيبقوا مرتاحين لأنك إنسان إيجابي، هيبقوا حابين قعدتهم معاك، هيبقوا حابين يمشوا معاك، يحبوا يتكلموا معاك. لكن الشخص السلبي دايما بيبقى مرفوض، وده لانه ساب الكلام السلبي يدخل حياته ويخترق حياته ويدمره. ومش شرط الكلام السلبي بس، ممكن انا بسيب نفسي ان انا اكون شخص سلبي. حلو ان انا اقعد اجمل في نفسي، اقعد اشوف ايه الغلط اللي انا بعمله واحاول اصحح منه، أشوف الحاجات اللي جوايا اللي بتتعب نفسي بتتعب اللي حواليا أغيرها. ساعتها بس هعرف أعيش الحياة صح، ساعتها بس هعرف أتعلم إزاي أكون شخص إيجابي واللي حواليا يبقوا ناس إيجابية، لأن هيتعلموا طبيعي من حياتي ومن تصرفاتي. يمكن في كلام كتير هقوله الوقت الجاي، أتمنى تتابعوني، وأتمنى أن أنتم تكونوا متابعين كل حاجة هنزلها الوقت الجاي، ونتكلم ونتشارك، نشوف إيه الأخطاء ونحاول نصحح من نفسنا ونكون شيء إيجابي.